معنى آية سنسمه على الخرطوم؟ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، كانوا على دراية كاملة بشخصيته ويعرفون صدقه وخلقه، حتى إنه كان يعرف بالصادق الأمين قبل البعثة النبوية. ورغم ذلك، ما إن جاء قومه بالبينات وأمرهم بالتوحيد رفضوا دعوته، ورغم إقرار الكثير من المشركين بصدق الرسالة المحمدية، إلا أنهم استكبروا عن اعتناق الإسلام. ومنهم الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قول تعالى: سنسمه على الخرطوم. ويتساءل الكثيرون عن معنى آية سنسمه على الخرطوم الواردة في سورة القلم. قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن معنى آية سنسمه على الخرطوم: أي سنختمه بالسيف. وبالفعل ختم الوليد بن المغيرة الذي أنزلت فيه هذه الآية في غزوة بدر الكبرى، وصار مشوه الخلقة حتى هلك. والمراد بقوله تعالى: سنسمه مشتق من السمة، أي سنجعل له علامة مميزة في وجهه، وهذه العلامة تكون بالسيف أو بالنار. يقصد بالخرطوم في الآية الأنف من الإنسان، بينما الخرطوم في السباع هو موضع الشفا. ويطلق على سيد القوم لفظ الخرطوم، فيقال خراطيم القوم أي الكبراء. وقد قال الفراء في هذه الآية: وإن كان الخرطوم قد خص بالسما فإنه في معنى الوجه، لأن بعض الشيء يعبر به عن الكل. قال ابن جرير الطبري: سنسمه على الخرطوم أي سنجعله أمرا واضحا بين الناس حتى يعرفونه، فلا يخفى على أحد. وقد ختم الوليد بن المغيرة على وجهه، وليس هناك شك أن هذه السمة التي وسم بها من سمات العار والفضيحة، فقد لحق العار بالوليد بن المغيرة في الدنيا والآخرة.